حمزة حجي تيطوانية من الجهة اليمنى ضربة تيطواني كرة في منطقة الجزاء هدف أول في المباراة براس ياسين الصالحي الخبرة تتحدث في الكرة الماضية في أول كرة أول لمسة لياسين الصالحي يتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة ويزرع حماس رهيب في مدرجات ملعب لايبيكا ملعب سنتر من جماهير تطوان الحمامة تحلق مع بداية هذه المباراة إيداما بالهدف الأول بحثا عن الانتصار الأول بعد 16 دورة بعد ما عاش في أراضي جرداء في صحاري من الإخفاقات الفريق يعود ويسجل الهدف الأول في هذه المباراة ياسين الصالحي خلاوي لوحده في منطقة الجزاء بعيدا عن الرقابة لوحده سولموند في منطقة الجزاء يسجل هدف أول في المباراة تصبح النتيجة 1-0 زوير مشب كورتو زوير من الطرف الأيسر لفريق المغرب التطواني فرصة هدف يا سلام ياسين الصالحي الفنان يرسم أجمل كوريغرافيا في المدرجات اليوم أجمل وأبهى صور الكوريغرافيا أبهى كوريغرافيا في مدرجات لايبيكا تمرير زوير الوصلي أتقن التمرير وأجاد التمرير ووجد مهاجما هدف من طراز عالي لاعب ذكي هنا شوف الكرة الأسيس كان ممتاز جدا ياسين الصالحي فيكس الحارس ثبت الحارس مكانه وسدد الكرة على راحته في مرمى الحارس مصطفى العيادي تصبح النتيجة 2-0 في الدقيقة 38 من المباراة ثاني كرة لياسين الصالحي يجيد التعامل مع العيادي المباراة انصف منطقة الجزاء التطوانية للحارس مصطفى العيادي ضربة خطأ لساكا مشات كرة مكاينش تسلل مكاينش تسلل أيوب القعداوي لوحده 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 والهدف الأول في المباراة لشباب أطلس كنيفرات المرة باسيرو كومباوري هجمة مضادة كونتر أتاك كان ممتاز جدا ضرب دفاع فريق المغرب التطواني لما تكون السرعة فريق شباب أطلس كنيفرات يكون خطير هذه المرة باسيرو كومباوري كان مؤثرا كان حاسما وسجل الهدف الأول في هذه المباراة تصبح النتيجة 2-1 شباب أطلس كنيفرات يعود في هذه المباراة بعدما رفض القائم الهدف باسيرو كومباوري في المتابعة تصبح النتيجة 2-1 وسنكون على موعد مع جولة ثانية من طراز عالي جدا بين شباب أطلس كنيفرات والمغرب التطواني مشات كرة شباب أطلس كنيفرات كرة صعبة للشباب أسامة الحلفي مشات كرة أسامة عنده أيوب القعداوي في منطقة الجزاء كرة للشباب ما زال الخطورة لشباب أطلس كنيفرات إمكانية وهذه فرصة هدف التعادل هدف التعادل لهشام مرشاد الذي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني للشباب في هذه المباراة في الدقائق الأولى من الجولة الثانية شباب أطلس كنيفرات قلت أنه عنده القدرة للعودة في المباراة في أي لحظة مستغلا أخطاء دفاعية مكلفة لفريق المغرب التطواني لما يصعد للهجوم يترك فراغات كبيرة وهنا الفريق الزياني يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في مباراة اليوم عبر أفضل لاعبي الجولة الأولى هشام مرشد تصبح النتيجة 2-2 بين ساكا والمغرب التطواني المغرب التطواني بدأ الجولة الثانية بداية سيئة جدا عكس الجولة الأولى يعني سجل هدف ثاني الأخيرة اتجاه من الجولة الأولى سجل ساكا ضربة سامية في التنفيذ أسامة الحلفي ضربة زاوية لعبت منطقة الجزاء هدف ثالث لشباب أطلس كنيفرات عبر أيوب القعداوي الذي يرتقي فوق الجميع مسجلا الهدف الثالث 3-2 ساكا يعود في المباراة من بعيد ويسجل ثالث هدف له في هذه المباراة في دقيقة 71 فرحة مناصري شباب أطلس كنيفرات بهذا الهدف في المغرب التطواني أخطاء دفاعية مكلفة طيلة دقائق هذه المباراة أمام خط هجوم متمكن أمام خط هجوم من مستوى عالي جدا لساكا الذي ينجح في تسجيل الهدف الثالث تصبح النتيجة 3-2 مسجل الهدف المدافع الأوسط إبراهيم البنس 3-2
هامش الخطا ضعيف بزاف امام فريق المغرب التطواني. 17 جوله سبع نقاط صعيبه وصعيبه بزاف على فريق المغرب التطواني. مشات كره تطوانيه في منطقه الجزاء وهدف ثالث في المباراه من قدم المساوي لعبد العزيز خلوطة. تصبح النتيجه 3-3 من جديد. خلوطة يحيي امال المغرب التطواني في هذه المباراه. تحيي الامل من جديد ويزرع الامل في مدرجات ملعب سنتر ملف مدينه تطوان. تصبح النتيجه 3-3. هنا تلعبات الكره في منطقه الجزاء لوحده عبد العزيز خلوطة. 3-3 وسبع دقائق متبقيه عن نهايه المباراه. سبع دقائق وتنتهي المباراه وسبع دقائق ستكون من دار اليوم. مشات كره من جديد زيد كروش فيفيون مبيدي هذه فرصه للتسديد. فيفيون لعب كورتو للجهه اليمنى لفريق المغرب التطواني في منطقه الجزاء. ريمونتادا ريمونتادا في مدرجات ملعب سنتر ملف مدينه تطوان. يا له من عوده يا له من كمباك. صفوه بكل صفات. نعم نعم عودة المغرب التطواني في دقائق مجنونة من مباراته أمام شباب أطلس خنيفرة. خلوطة البديل يوسف فرتو تدارك كل شيء في هذه المباراة بإدخال خلوطة الذي أعاد التوازن لهذه المباراة المجنونة. دقيقة 88 المغرب التطواني كم تأخر 2-0.